برلين بعيون عربية. اليوم احنا بمنطقتنا وشفنا هاي السيارة الصغيرة لأول مرة. هاي سيارات جديدة تستعمل تنقل البريد. طبعا للمحلات اللي هنا سيارة كلش صغيرة تشبه الستوت العراقية، بس أربع عجلات. شوفوا شقد صغيرة، شوفوا المسافة اللي صغيرة اللي هنا، شوفوا شلون تنقل. يستعملون الألمان، كلش صغير. شركة بن هنا يجي الصناديق الفارغة وياخذ من الموزع ويحطها هنا. شوفوا شركة بن هنا يحطها للنقل، وهنا سيارة كهربائية وتدخل وكلش زينة، عملية وللبيئة كلش مفيدة ومضر البيئة. فمن هاي الفيديوهات راح تشوفون أكثر إن شاء الله بالأيام الجاية. هاي السيارة اللي يستخدموها الألمان لنقل البريد، سيارة جدا حلوة وصغيرة وألمانية 100% وكهربائية. فإحنا طبعا ما نصور إلا ناخذ موافقة من عنده الشخص فقبل. وهسه خلص أخذ البريد ورجعه ودي يروح. هسه أهم شلقهم. وهنا هذه بالدراجة إزيها نش داينا إزيش نش أفلي يا نش هيتش شو بس دانكا تشوز. والسيارة مشت، سيارة ألمانية. شوفوا شقد المسافة صغيرة. هاي ألمانية، هاي كلها ألمانية. شوف مشت.